يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه النهارده مميزه كالعاده، نتابع فيها كل الاخبار على الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه عن طريق جوله في الصحافه العالميه، وكل ده تحت شعارنا طبعا ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس بتجمعنا هي الكوره. خلونا نبدا كده زي ما احنا متعودين بابرز العناوين. اليوم العالم يترقب افتتاح كاس العرب في بروفيت مونديال 2022. المنتخب يختتم استعداداته اليوم لافتتاح مشواره في كاس العرب امام لبنان غدا. الغاء معسكر الاهلي في الامارات والاعلان الرسمي خلال ساعات. وعالميا ميسي حديث صحف العالم بعد تتويجه بالكرة الذهبية وصلاح يحصد جائزة القدم الذهبية. ومن العناوين هنروح لتفاصيل أخبارنا. طبعا بترقب النهاردة انطلاق فعاليات النسخة رقم 10 من بطولة كاس العرب اللي هتقام طبعا في الدوحة في قطر، لتعود الروح مرة أخرى لهذه البطولة اللي فيها أهمية خاصة وكبيرة لعدة أسباب. في المقدمة أنها تكون الأكبر في تاريخ البطولة الحالية نظر لمشاركة 16 منتخب عربي في النسخة الحالية. النسخة الحالية كمان أهميتها أنها بتحظى كمان بالطبع الرسمي من خلال كمان اعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نفسه بيها وإشرافه كمان عليها بشكل رسمي وعلى تنظيمها، بعد ما أصبحت حاجة طبعا كده زي البطولة البديلة لكاس كمان القارات كلنا طبعا فاكرينه. البطولة بيشارك فيها 16 منتخب عربي، تم تقسيمهم على 4 مجموعات بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور ربع النهائي على طول. خلونا برضو نستعرض مع حضراتكم المجموعات سريعا ونشوف المجموعات مع حضراتكم، يعني مجموعات منتخب كاس العرب قطر 2022 في كاس العرب. المجموعة الأولى طبعا قطر بتضم كل من قطر والعراق وعمان والبحرين. المجموعة الثانية بتضم كل من تونس والإمارات وسوريا وموريتانيا. المجموعة الثالثة بتضم كل من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين. والمجموعة الرابعة بتضم كل من طبعا منتخبنا الوطني المصري والجزائر ولبنان والسودان. اليوم الأول النهاردة يشهد إقامة 4 مباريات قوية. بدأ طبعا المنتخب التونسي في مواجهة نظيره الموريتاني، وكانت الساعة 12 الظهر طبعا على ملعب استاد احمد بن علي ضمن منافسات المجموعه الثانيه، وانتهت بفوز طبعا المنتخب التونسي 5-1. تحديدا الساعه 3 كمان هيلتقي المنتخب العراقي مع نظيره العماني ضمن مباراه المجموعه الاولى، وهتكون مباراه الافتتاح الرسمي للبطوله الساعه 6:30 بمواجهه المنتخب القطري مستضيف طبعا البطوله الحاليه مع المنتخب البحريني ضمن منافسات المجموعه الاولى. وهتختتم مباراه اليوم الاول النهارده بمواجهه الامارات ومنتخب سوريا الساعه 9 مساء ضمن منافسات المجموعه الثانيه. خلونا دلوقتي نطير عبر سكايب طبعا مع الاستاذ حسام نبوي طبعا عبر سكايب من الدوحه، نطمن على اخر استعدادات طبعا منتخبنا الوطني لهذه البطوله واخر الاجواء هناك. استاذ حسام برحب بيكم، منورني في اخبار اون تايم. اهلا وسهلا بيك وبالساده المشاهدين الافاضل. اهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البدايه احب اطمن مع حضرتك مع اخر استعدادات طبعا قطر لاستقبال بطوله كاس العرب، خاصه ان النسخه الحاليه ومعترف بيها وبيشرف عليها الاتحاد الدولي الفيفا. طبعا الكل عارف النسخه الحاليه من بطوله كاس العرب هي نسخه استثنائيه، يعني لاول مره يتم اعتراف الفيفا بالبطوله وتقام تحت مظله الفيفا. قطر جاهزه تماما لحفل الافتتاح، كل الضيوف وصلوا والرؤساء في رئيس الفيفا موجود، رؤساء الاتحادات الاهليه موجوده، رؤساء الاتحاد القاريه موجوده، وزراء الشباب والرياضه في معظم الدول العربيه موجوده، الكل على تم استعداد لضربه البدايه لافتتاح البطوله. هي ضربه البدايه عامه كانت مباراه موريتانيا اللي فاز فيها المنتخب التونسي 5 أهداف منذ قليل. الافتتاح هيكون ان شاء الله الساعه 7:30 بتوقيت الدوحه، 6:30 بتوقيت مصر، بمباراه قطر والبحرين، وده بيكون
تحت رعاية أمير دولة قطر شخصيا هيكون حاضر حفل الافتتاح وكبار الضيوف في استاد البيت. ده أحد استادات المونديالية اللي خاصة بمونديال قطر 2022، استاد يسع ل60,000 متفرج. دي أول مباراة تتلعب عليه، هي مباراة قطر والبحرين النهاردة، فالبطولة تعتبر انطلقت، الكل جاهز لتقديم مستويات جيدة للمنتخبات العربية، وحفل الافتتاح هيكون رائع جدا لأن هناك اهتمام غير عادي بالبطولة، سواء من قطر اللي بتعتبرها بروفة مصغرة لمونديال قطر 2022. البطولة تقام على 6 ملاعب مونديالية، هما ملعبين بس اللي مش هتلعب عليهم، فهي تعتبر المنتخبات العربية بتعيش أجواء كأس العالم من الآن، وقطر بتجرب نفسها لبطولة كأس العالم من خلال البطولة دي. 16 منتخب بيشاركوا، عدد كبير جدا من المنتخبات بيشاركوا في البطولة، تنظيميا تشغيليا الملاعب لكي يتم الوقوف على أهم السلبيات والإيجابيات قبل مونديال قطر 2022 اللي هو الحدث الاهم بالنسبه للدوحه في الفتره الحاليه. اكيد استاذ حسام، عايزين نعرف برضو اخر استعداد منتخبنا الوطني لمباراه بكره امام المنتخب اللبناني. حاليا وانا بكلم حضرتك يا دوب المؤتمر الصحفي لسه خلصان لمنتخبنا الوطني من نص ساعه، كان فيه كارلوس بيروش وعمرو السوليه قائد المنتخب. الصراحه كانت التصريحات ايجابيه جدا قبل ماتش لبنان بكره. حاليا انا في المركز الاعلامي الرئيسي للمؤتمر، كان موجود من نص ساعه فقط. التصريحات كانت ايجابيه جدا، كيروش قال لك انا بتكلم مع اللعيبه على الفوز، احنا جايين نفوز، ودايما بحفز اللعيبه انهم يفوزوا، والمنافسه على اللقب ده هدفنا، ولكن لابد من الجهد والاجتهاد داخل المستطيل الاخضر. كلمناه للعناصر الجديده، قال دي فرصه ليهم انهم يعيشوا اجواء البطولات، يعني دي تعتبر بطوله رسميه، مش هنقول يعني ان اجواء البطولات الرسميه الكبرى، ويكتسبوا خبرات من خلال التواجد في 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 بطوله العرب اللي تحظى باهتمام الفيفا شخصيا، وبتقام على ملاعب هي الافضل والاحدث في العالم في الوقت الحالي. وعمرو السليه قال لك طبعا ان دي تجربه جميله جدا بالنسبه للمنتخب قطر واللاعيبه الجديده، تكتسب خبرات، وان هدفهم انهم ينافسوا على اللقب، وهناك تغانس وانسجام من خلال التدريبات في الفتره الاخيره، وان قطر كان وشها حلو على عمرو السليه، لعب مع الاهلي هنا كاس العالم للانديه وخد مركز ثالث، ولعب السوبر هنا وخد وكسب السوبر، فهناك طموح من لعيبه المنتخب انهم يتوجوا ببطوله ايضا في قطر في خلال منافسات كاس العرب. الكل يعلم ان البطوله ليست سهله، المنتخبات العربيه كلها جايه هنا تنافس على اللقب، مجموعه مصر مجموعه ليست سهله، مباراه لبنان بكره يتوقع البعض سهله، ولكن المنتخب اللبناني منتخب متطور جدا في الفتره الاخيره، رغم خسارته في اخر مباراتين امام ايران والامارات، ولكن قدم مستويات جيده جدا في التصفيات الاسيويه، وخسر باهداف على عكس زير اللقاء وكان من المرشحين. فالمنتخب اللبناني متطور جدا في الفترة الأخيرة، وكيروش درس المنتخب اللبناني بشكل جيد، وقدر واتكلم في المؤتمر قال أنا يعني المنتخب يضم عناصر جيدة لا يستهان بها، فالمباراة لن تكون سهلة، المنتخب المصري مركز، وهناك حافز كبير جدا من اللاعبين انهم يقدموا افضل ما لديهم خلال مباراة الغد اللي هتقام على استاد السمامة، هو احد الاستادات الرائعة جدا، استادات مونديال قطر 2022. بشكرك طبعا استاذ حسام نبوي عبر سكايب، طبعا ناقد الرياضي هناك، ونورتنا في اخبار اون تايم، واديتنا صوره كبيره جدا عن تصريحات كيروش وعن استعداد منتخبنا الوطني لمباراه بكره ان شاء الله، ونكون مع حضرتك ان شاء الله الفتره القادمه تعرف من المزيد من التفاصيل. نرجع لاخبارنا المحليه مره اخرى، وخلينا نقول دلوقتي لمنتخبنا الوطني اللي بيختتم استعداده النهارده لمواجهه المنتخب اللبناني، المباراه تكون بكره الساعه 3 في افتتاح مشوار الفريقين ببطوله كاس العرب، مقامة طبعا في قطر خلال فترة من 30 نوفمبر لغاية 18 ديسمبر القادم. البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر هيركز على النواحي الفنية في المران الأخير النهاردة بعد دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب اللبناني، كمان هيخفف الحمل البدني على اللاعبين بسبب الإرهاق من المباريات المتتالية طبعا في بطولة الدوري الفترة الأخيرة. ويعقد كارلوس كيروش مؤتمر صحفي النهاردة قبل التدريب للحديث عن طبعا المنتخب اللبناني، وعقدوا خلاص المؤتمر زي ما عرفنا طبعا من الاستاذ حسام بدايه من مشواره في المجموعه الرابعه لبطوله كاس العرب اللي تضم معها منتخبي الجزائر والسودان. بس كانت اجرت مسحه كمان كورونا كما هو متبع قبل المباراه 48 ساعه، وده اللي متعرفين عليه، الاطمئنان على صحه جميع اللاعبين واستبعاد اي لاعب مصاب من البطوله، الى جانب كمان مطالبه اللاعبين بالتزام بكل الاجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا. تقرر ان يرتدي خلاص المنتخب الوطني المصري قميصه الاحمر مع الشورت والجوارب السوداء خلال لقائه بكره ان شاء الله امام المنتخب اللبناني في اولى مباريات ضمن المجموعه الرابعه لبطوله كاس العرب، بينما المنتخب اللبناني هيكون لابس ابيض في مباراه الغد.
خلونا سريعا افكر حضراتكم كمان بمباريات منتخب مصر في دور المجموعات، يعني نشوف المباريات برضو مع حضراتكم. منتخب مصر بكره الاربعاء طبعا 12 ديسمبر يوم 1 ديسمبر عفوا الساعه 3 مساء هواجه المنتخب اللبناني، والسودان وايضا منتخب السودان هيواجه المنتخب مصر يوم السبت 4 ديسمبر الساعه 6، والجزائر هيواجه منتخب مصر يوم الثلاث 7 ديسمبر الساعه 9 مساء. من المنتخب نروح للنادي الاهلي، وبنسبه كبيره طبعا المدير الفني بيتسو موسيماني مدير فني جنوب افريقي بيدرس خلال الفتره الحاليه مع جهازه المعاوني الغاء معسكر الامارات اللي احنا طبعا كان مقرر ليه اول ديسمبر والاكتفاء بمعسكر داخلي في مصر. هيعلن موقفه النهائي بعد مشاورات مع مسؤولي النادي الفتره اللي جايه، لان الفريق في اجازه في الفتره الحاليه زي ما عارفين لمده 10 ايام بسبب ارتباطات المنتخب. طبعا من ضمن اسباب كان التفكير في الغاء المعسكر ده هو تاجيل السوبر الافريقي، لان المعسكر كان من الاساس مبني على التجهيز طبعا لمباراه السوبر الافريقي بجانب تواجد عدد كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي كمان في المنتخب الاول الفتره الحاليه لانشغالهم طبعا ببطوله كاس العرب. لسه مكملين مع النادي الاهلي، ومسؤولي النادي الاهلي استبعدوا التفكير في التعاقد مع المغربي عبد الرازق حمد الله بعد طبعا تقارير الفتره الاخيره قالت انه ممكن يروح النادي الاهلي، وفسخ عقده كمان مع نادي النصر السعودي، وده على خلفيه ربط بعض التقارير الصحفيه الفتره الاخيره اسم اللاعب بالنادي الاهلي. مصدر في النادي الاهلي اكد لنا هنا في اخبار اون تايم ان بيتسو موسيماني لم يفتح ملف التعاقدات الشتويه لغايه دلوقتي مع لجنه التخطيط، وهيكون هناك اجتماع مهم جدا قريب بين لجنه التخطيط وشركه الكره والمدير الفني موسيماني لوضع بقى الرؤيه المستقبليه للفريق وصفقات يناير اللي جايه. واكد كمان لينا في اخبار اون تايم ان حمد الله بنسبه كبيره مش هيبقى مع ان اللاعبين المرشحين للنادي الاهلي لعده اسباب، اما طبعا الازمات المستمره ليه سواء مع المنتخب المغربي او حتى مع النادي السعودي الفتره اللي فاتت، واللي دفعت النادي بفسخ تعاقده والمطالبه كمان بالشرط الجزائي بسبب تجاوزاته المستمره وعدم التزامه بالاحترافيه مع نادي السعودي. نروح لديانج، لاعب المالي اليو ديانج حدد موعد عودته للقاهره يوم 5 ديسمبر اللي جاي بعد انتهاء الاجازه اللي حصل عليها مؤخرا، وسافر خلالها لبلاده مستغلا طبعا توقف الدوري الممتاز الفتره الحاليه. وحصل ديانج على اذن من الجهاز الفني للنادي الاهلي بالسفر لمالي بعد مباراه سموحه الاخيره في الدوري واللي فاز طبعا فيها النادي الاهلي زي ما احنا عارفين بربعيه مقابل هدف في الجوله السادسه اللي هي الدوري الممتاز. طبعا ديانج واحد من اللاعبين المميزين جدا في صفوف النادي الاهلي، اصبح عنصر اساسي وله دور فعال كتير سواء على الشق الدفاعي في وسط الملعب او حتى في الشق الهجومي، بيقدر يعمل التكمله بصوره مميزه، واكيد هيجي له اكتر من عرض مهم جدا في يناير، ولكن المقابل المادي هو اللي هيحسم اذا كان النادي الاهلي هيقدر ان هو يستغنى عن ديانج ولا هيبقى صعب فتره انتقالات وياجل الاستغناء عنه لنهايه الموسم. حسام حسن مهاجم النادي الاهلي بيسابق كمان الزمن لانهاء برنامجه التاهيلي للتعافي من كدمه طبعا اللي حصل عليه الفتره الاخيره، كانت جزع خارجي للركبه، عشان يبقى جاهز للتواجد في اول تدريب ليه يخوضه الاهلي بعد انتهاء الاجازه على طول اللي حصل عليها اللاعبين الفتره الاخيره بعد مد الاجازه كمان 10 ايام بدل من اسبوع، فبالتالي حسام حسن هيكون موجود في التدريب الاول للنادي الاهلي الفتره القادمه. نرجع مره اخرى نتكلم عن منتخبنا الوطني، منضم لينا هاتفين طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ومنتخبنا الوطني كابتن وليد صلاح الدين. كابتن وليد منورني في اخبار اون تايم. حبيبي حبيبي كابتن بدراوي، تحياتي. ازاي حضرتك؟ وحشنا جدا. مشاهدينك. يعني في البدايه طبعا مشاركه المنتخب الوطني المصري في بطوله كاس العرب، وبكره مباراه مهمه في ضربه البدايه امام المنتخب اللبناني، شايف ازاي يا كابتن وليد؟ يعني كل البطولات اللي يدخل فيها منتخب مصر بطولات مهمه، ويعني اشوف ان احنا نأدي فيها بشكل قوي. محتاجين ان احنا لما ندخل بطوله لازم يبقى التارجت بتاعنا ان احنا نبقى بطل البطوله دي او ناخدها. فبالتالي يعني اظن انها مباراه زي ما انت بتقول قويه، منتخب لبنان منتخب قوي على فكره، ماشي كويس في تصفيات كاس عالم. اتمنى ان احنا نبتدي بدايه قويه ونكسب لبنان، وبعد كده نخش على السودان نكسب ونقابل الجزائر على صداره المجموعه. فان شاء الله يحصل ده. شاركت كابتن وليد في بطولات عربيه قبل كده سواء مع المنتخب او مع النادي الاهلي، يعني تختلف النسخه الحاليه عن البطولات السابقه ايه؟ وايه اللي بيميز البطوله الحاليه؟ اختلافات كبيره، يعني طبعا عدم وجود المحترفين طبعا يؤثر على قوه البطوله، توقيتها صعب شويه، علشان كده في منتخبات تقريبا رايحه بالمنتخب الاولمبي زي منتخب السعوديه مثلا، زي تقريبا منتخب الاردن، في منتخبات كتير رايحه بدون القوام الاساسي بتاعها.
لكن في الاخر انت برضو بطوله، حتى لو بطوله وديه فانت مطالب بان انت تاخدها يا اما تنافس عليها للامطار الاخيره. وفي 5 منتخبات انا شايف ان هم حد منهم ان شاء الله هياخد البطوله. يعني انا بشوف ان منتخب مصر طبعا، الجزائر، المغرب، تونس، قطر، الامارات، يعني في 5 منتخبات اظن ان على الاقل النهائي هيبقى بين 2 منهم. لو منتخب مصر ما خدش البطوله يا كابتن وليد بكل صراحه، يسال كيروش ولا ما نقدرش نساله عن البطوله دي؟ لا، هي مش مساله برضو يعني ايه تقييم للبطوله، يعني هل هيلعب ال3 مباريات عاملين ازاي، وهل يعني طبيعي ان انت ما تطلعش مثلا من الدور الاول، يبقى دي شكلها وحش جدا. لكن احنا مثلا لو كسبنا لبنان وتونس باداء قوي وبعدين جينا مثلا بنتكلم على الجزائر، قصدي لا قصدي لبنان والسودان، والسودان والجزائر، لو كسبنا لبنان والسودان مكسب كويس وبعدين رحنا للجزائر في مباراه قويه حتى مثلا اتعادلناها ووصلنا للدور اللي بعده، مفيش مشكله. يعني دور الثمانية نكسب نروح لدور الأربعة، يعني تقييم لمباريات منتخب مصر جوه البطولة بدراوي، فاهم؟ نعم. فلو عملنا مثلا 4-5 مباريات قوية جدا ماشي، الأمور ماشي تمشي. لو كسبنا لعيبة زي أحمد رفعت مثلا، زي عمر كمال عبد الواحد، زي مروان، زي أي حد من اللعيبة الصغيرة اللي رايحة، برضو حلو، يبقى مكسب كويس. ما انا كنت لسه اسال عليك، في بعض اللاعبين حضرتك يعني بتنبأ له ان هو يكون ليهم دور مع المنتخب في مباراه البطوله العربيه ويكونوا موجودين في قائمه المنتخب في التصفيات المؤهله لكاس العالم؟ والله بص، اللعيبه اللي انضموا الجدد هيبقى فيها صعوبه، خلينا نقول ان هيبقى فيها صعوبه، لكن وارد جدا ان يكون ممكن 1 أو 2 هم اللي يعني ممكن يعملوا لنا مفاجاه او يؤدوا باداء قوي. يعني انا اظن ان احمد رفعت واحد من اللعيبه اللي ممكن يعملوا الفرق ده، لان في الاخر احنا لو قلنا مثلا تشكيل منتخب مصر هيبقى مثلا الشناوي، اكرم توفيق، باك رايت، فتوح باك ليفت، حجازي والوينش او حجازي وايمن اشرف، في نص الملعب هيبقى حمدي فتحي والسوليه، قدامهم قفشه، على يمينه زيزو، على شماله احمد رفعت ومحمد شريف كراس حرب. احنا هنا لو قلنا ان ده التشكيل بنسبه كبيره جدا احمد رفعت هيبقى الوافد الوحيد على تشكيله منتخب مصر، يعني اللي هو انه اكنه جاي من بره قوي. وبالذات احنا عندنا مشكله في الجناح الايسر، يعني شايف باللعيبه الموجوده دي يا كابتن وليد نقدر نفوز بالبطوله ولا الموضوع صعب في ظل وجود كمان منتخبات قويه زي ما حضرتك قلت، المغرب والجزائر وتونس وقطر؟ لا نقدر جدا، طبعا نقدر جدا لو اللعيبه خدوا الامور بجديه. لا احنا منتخب قوي برضه، والعناصر اللي موجوده دي كلها لعيبه دوليه، وده قانون منتخب مصر الاساسي، خد بالك. طب انت بتتكلم بس في محمد صلاح طبعا الاكثر تاثيرا، ادي 1، مصطفى محمد 2، النني 3، هم 3 عناصر بس. اظن ان كمان السوليه وحمدي فتحي يقدروا يقوموا بالدور بتاع النني كويس. هو محمد صلاح الاكثر تاثيرا، يعني محمد عندنا شريف. عمر مرموش كمان خارج القائمه. طبعا، بس في الاخر برضو خلينا نتفق ان محمد صلاح الاكثر تاثيرا طبعا، زائد مصطفى محمد، يعني الاثنين دول. محمد شريف هيأدي بشكل كويس، قفشه طبعا في مكانه، بقيه الفرقه كلها هي الاساسيه. فاظن ان احنا لازم نروح بالثقافه دي ان احنا رايحين ناخد البطوله، واحنا نتمنى كده ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره ان شاء الله في ضربته البدايه امام المنتخب اللبناني. كابتن وليد بشكرك ونورتني في اخبار اون تايم. خلونا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين بقيه اخبارنا المحليه، ونروح دلوقتي لنادي الزمالك. واللاعب الايفواري رزاق سيسي بيواصل برنامجه التاهيلي في الفيزيكال نادي الزمالك بصوره يوميه تحت اشراف الدكتور محمد اسامه رئيس الجهاز الطبي للفريق، والدكتور كمان عمرو المطراوي اخصائي التاهيل. كان خاض على فحوصات طبيه اللاعب خلال الفتره اللي فاتت للوقوف على حالته تمهيدا طبعا لعودته للمشاركه مره اخرى في التدريبات الجماعيه للفريق في الفتره القادمه. طبعا رزاق سيسي واحد من نجوم نادي الزمالك، تم اعارته نادي الاتحاد في فترات سابقه وتالق مع نادي الاتحاد فرجع نادي الزمالك، لكن
يعني سوء الحظ بسبب الاصابه الفتره الاخيره بعدته عن نادي الزمالك، لكن خلاص هيكون موجود خلال الفتره المقبله وهيكون داعم قوي لنادي الزمالك في الشق الامامي، خاصه انه بيأدي كجناح وبيأدي كمان كشارد سترايكر، فهيفيد نادي الزمالك هجوميا بشكل كبير جدا المرحله القادمه. خليني اقول لكم كمان اداره نادي الزمالك اللي بتجهز وفد للسفر للبرتغال لتفاوض مع نادياي ماريتمو البرتغالي وسبورتنج لشبونه البرتغاليين بشان الغرامات الموقعه عليه من على النادي لصالح الناديين في البرتغال في قضايا انتقال محمد ابراهيم لماريتمو وشيكابالا لسبورتنج لشبونه، ودي خطوه مهمه جدا وجديده لحل الازمه اللي تسببت طبعا في ايقاف تعاقدات نادي الزمالك الفتره الاخيره واللي مهدد كمان بالمنع من القيد لفتره جديده من قبل الفيفا اذا استمر هذه المشكله. يعني لجنة الانضباط في الفيفا غرمت نادي الزمالك مليون يورو لصالح نادي ماريتمو البرتغالي في أزمة انتقال محمد إبراهيم من النادي البرتغالي لصفوف نادي الزمالك، وغرمت كمان الزمالك مبلغ أيضا آخر مليون و200 ألف دولار في صفقة انتقال شيكابالا من سبورتنج لشبونة إلى نادي الزمالك. أتمنى بقى الأمور دي تتحل الفترة القادمة وخلاص يتم حل هذه المستحقات عشان يرجع نادي الزمالك مرة أخرى يقدر إن هو يستقطب صفقات ويقدر إن هو يدعم صفوف الفريق في المرحلة القادم. بينتظر كمان نادي الزمالك ردا من وزاره الشباب والرياضه بشان اللائحه الجديده اللي هيتم من خلالها الاعلان كمان عن فتح باب الترشيح في الانتخابات اللي جايه المقرره ليها ايام 20 و21 و22 يناير اللي جاي وفقا لما اعلنه رئيس نادي الزمالك. وكان من المفترض ان يعلن كمان نادي الزمالك النهارده موعد فتح باب الترشح للانتخابات اللي جايه، الا ان التاخر ده لجنه الفتوى والتشريع في الرد على وزاره الشباب والرياضه بشان اللائحة اللي يتم تطبيقها في الانتخابات اللي جاية تسببت في تأخر الإعلان عن الانتخابات. نروح دلوقتي من نادي الزمالك نروح لسيراميكا كليوباترا، وصالح جمعة نجم خط وسط نادي سيراميكا كليوباترا وقع العقد جديد مع النادي لحد 2023 بعد جلسة جامعته مع المهندس طارق أبو العنين نائب رئيس نادي سيراميكا كليوباترا والمشرف العام كمان على الكرة ومعتز البطاوي المدير الرياضي للنادي، وجاء قرار طبعا تمديد عقد صالح جمعة في إطار رغبة الجهاز الفني بقيادة كابتن هيثم شعبان المدير الفني في استمرار اللاعب والقناعة الكاملة طبعا بإمكانياته الكبيرة. صالح جمعة طبعا لو رجع لسابق عاده وسابق مستواه هيرجع طبعا هيكون إضافة قوية جدا جدا لفريق سيراميكا كليوباترا وممكن كمان نلاقيه في منتخب مصر الفترة الجاية لاعب عنده إمكانيات كبيرة جدا، ولكن إذا ركز في الكورة الفترة الجاية هيرجع مرة أخرى لمستواه وهيكون متواجد مع المنتخب الوطني. نروح للدراويش وفي نادي الاسماعيلي الفريق هيرجع النهارده يستأنف تدريباته بقياده الارجنتيني خوان براون بعدما حصل اللاعبين على راحه سلبيه لمده 3 ايام اللي فاتوا بعد التعادل مع نادي غزل المحله سلبيا في اللقاء الاخير، وبتتوقف المسابقه حوالي اسبوعين بسبب ارتباط المنتخب الوطني طبعا المشاركه في بطوله كاس العرب. وخلال الفتره التوقف هعكف اكيد الجهاز الاداري ان هو يجهز بقى مجموعه من المباريات الوديه بناء على طلب من خوان براون من اجل التعرف بشكل اكبر على قدرات اللاعبين الموجودين في الفريق وتحقيق اكبر قدر ممكن من الانسجام والتناغم بين العناصر كلها، فضلا كمان على حل الازمات اللي بيعاني منها الفريق خلال الفتره المقبله عشان يرجع بقى نادي الاسماعيلي ان شاء الله الفتره الجايه للنتائج الايجابيه وينسوا بقى الفتره الاخيره ويفتحوا صفحه جديده مع المدير الفني ويرجع مره اخرى الدراويش في مركز متقدم في بطوله الدوري، لان اكيد قلعه كبيره جدا نتمناها. كل التوفيق في الفتره القادمه. من اخبار الانديه نروح لاخبار اتحاد الكوره ومسؤول اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره ارسلت التعديلات الجديده اللي اجرتها على لائحه الاتحاد في الجمعيه العموميه للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا من اجل الموافقه عليها قبل الاعتماد بشكل رسمي من اللجنه الاولمبيه المصريه. وشهدت كمان الجمعيه العموميه الموافقه بالاجماع باجماع الحضور كلهم على عدد من التعديلات اللي ارسلتها الجمعيه العموميه لمناقشتها الفتره اللي جايه، واهمها تطبيق بند الثمان سنوات بأثر رجعي إلى جانب كمان إقامة الانتخابات بنظام القائمة المغلقة. كده تكون خلصت أخبارنا المحلية، هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم أخبار أون تايم، خليكم معنا. مرحب بكل مشاهدينا من جديد، دلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الكورة، كلنا شفناها في كرة القدم العالمية، كان أبرزها حفل الكرة الذهبية اللي بتنظمه طبعا مجلة فرانس فوتبول، وشفنا تغطية أكتر من رائعة بصراحة على شاشة قنوات أون تايم سبورتس امبارح، واللي قدر النجم طبعا الأرجنتيني ليونيل ميسي إن هو يحصل على الكرة الذهبية في حفل طبعا امبارح للمرة السابعة في تاريخه، ويحقق بده رقم قياسي خاص بيه. طبعا ميسي قدر قبل كده ان هو يحقق الكره الذهبيه زي ما احنا عارفين اعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 واخيرا بالامس 2021، انجاز طبعا كبير جدا
لميسي كان عندنا طبعا اكيد كلنا امنيات واحلام كبيره جدا ان نجمنا محمد صلاح يكون متواجد على الاقل من بايرن ميونخ من بولندا 580 نقطه، والمركز الثالث جورجينيو من تشيلسي طبعا وايطاليا 460 نقطه، في المركز الرابع كريم بنزيما لريال مدريد ومن فرنسا 239 نقطه، المركز الخامس كانتي من تشيلسي ومن فرنسا 186 نقطه، وكريستيانو رونالدو في المركز السادس من مانشستر يونايتد من البرتغال 178 نقطه، المركز السابع نجمنا طبعا محمد صلاح من نادي ليفربول ومن مصر 121 نقطه، وكيفن دي بروين في المركز الثامن من مانشستر سيتي ومن بلجيكا 73 نقطة، وكيليان امبابي من باريس سان جيرمان ومن فرنسا ب 58 نقطة، ودوناروما في المركز العاشر من باريس سان جيرمان من إيطاليا ب 36 نقطة. زي ما كنت بتكلم عن حفل الكرة الذهبية والظلم اللي اتعرض ليه نجمنا محمد صلاح، لكن صلاح امبارح ايضا قدر ان هو يحقق لقب مهم جدا وغالي، عوضنا شوية عن اللي حصل في الكرة الذهبية وهو حصوله على جائزة القدم الذهبية خلال الحفل اللي اقيم امبارح في إمارة طبعا مونوكو الفرنسية، وتسلمت زوجة محمد صلاح الجائزة نيابة عنه خلال الحفل تقديرا طبعا لدورها في حياته، وانتزع صلاح جائزة القدم الذهبية لعام 2021 متفوقا على كل من سيرجيو راموس وسيرجيو أجويرو وليونيل ميسي وليفاندوفسكي وكريم بنزيما ونيمار وجارد بيكيه ولوكاكو وكيلين مبابي. طبعا جائزة القدم الذهبية مخصصة الكليني عفوا طبعا الجائزة الذهبية المخصصة للاعبين اللي لا تقل أعمارهم عن 28 عام ولتميزوا بإنجازاتهم طبعا الرياضية سواء على المستوى الفردي أو كفريق ككل، وبيتم ترشيحهم من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين للفوز بالجائزة دي بجائزة القدم طبعا الذهبية، وأصبح محمد صلاح هو أول لاعب عربي يتوج بالجائزة دي وثالث لاعب إفريقي بعد قبل كده حصل عليها ديديه دروجبا وسامويل إيتو. من حفلات توزيع الجوائز خلونا برضو نستعرض مع حضراتكم مباراة النهاردة من الدوريات الأوروبية الكبرى، والنهاردة هتنطلق مباراة الأسبوع الـ 14 من الدوري الإنجليزي البريمير ليج، وهتقام مباراتين نشوف طبعا المباراتين مع بعض. المباراة الأولى نيوكاسل يونايتد هيواجه نورتش سيتي الساعة 9:30 مساء، والمباراة الثانية ليدز يونايتد الساعة 10:15 هيواجه كريستال بالاس. من الدوري الانجليزي هنروح للدوري الايطالي، والنهارده ايضا هيكون في افتتاح مباراه الجوله ال 15 من الكالتشيو من الدوري الايطالي الساعه 7:30 اتلانتا يواجه فينيزيا، وفيرونتينا الساعه 7:30 يواجه سامبادوريا، وهيلس فيرونا الساعه 10:15 يواجه كيلياري، وساليرنيتانا الساعه 10:15 يواجه يوفنتوس. خلونا بقى دلوقتي نروح لجوله سريعه في الصحافه العالميه وفقره اخبار العالم. طبعا فوز ميسي امبارح بجائزه الكره الذهبيه للمره السابعه في مسيرته كان ليه اهتمام كبير في جميع الصحف الرياضيه الصادره طبعا صباح اليوم، وهنبدا من عند صحيفه ماركا الاسبانيه اللي اصدرت عددين خصصت الاول طبعا لحفل توزيع جوائز الافضل في الدوري الاسباني للموسم اللي فات، وكتبت الافضل، وخصصت الثاني لجائزه الكره الذهبيه لسنه 2021، وكتبت عن فوز ليونيل ميسي بالجائزه للمره السابعه، وعن فوز اليكسيا بالكره الذهبيه للثدييات كتبت ماركا تاريخي، وعن فوز بيدري بجائزه كوبا لافضل لاعب شاب كتبت بيدري يفوز بجائزه كوبا. اما صحيفه طبعا سبورت الكاتالونيه فركزت الصحيفه عن فوز ميسي بجائزه الكره الذهبيه، فوز اليكسيا لاعيبه برشلونه بجائزه الكره الذهبيه، ونجم برشلونه طبعا شاب بيدري بجائزه كوبا لافضل لاعب شاب وكتبت ثلاثي ذهبي. كمان اهتمت برغبه برشلونه في التعاقد مع المهاجم النرويجي هالاند، وكتبت برشلونه لا يستبعد التعاقد مع هالاند. ونروح دلوقتي لصحيفه موندو ديبورتيفو اللي ركزت الصحيفه كمان على فوز ميسي واليكسيا وكتبت ذهب برشلوني. الصحيفه اهتمت بفتره غياب البرازيلي نيمار عن باريس سان جيرمان بسبب الاصابه وكتبت نيمار يغيب لمده 6 أسابيع. نروح دلوقتي لانجلترا وصحيفه ميرور ركزت على تعيين الالماني رالف رانجنيك مدربا للفريق مانشستر يونايتد ومصير بول بوجبا وكتبت رانجنيك وبول بوجبا. كما تحدثت كمان عن فوز ليونيل ميسي بجائزه الكره الذهبيه وغضب كريستيانو رونالدو وكتبت
غضب كريستيانو رونالدو بعد فوز ميسي بالكرة الذهبية. أما ذا سان البريطانية، الصحيفة ركزت على تعيين رانجنيك مدربا مؤقتا لفريق اليونايتد، وكتبت رسميا المدرب هو رالف رانجنيك. المدرب الجديد يتعهد بإعادة انطلاقة مانشستر يونايتد. كمان اهتمت الصحيفة بتتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021، وكتبت ضربة في الكرات وكريستيانو رونالدو غاضب من الجوائز، ومهزلا يخسر ليفاندوفسكي أمام ميسي. نروح لفرنسا، وصحيفة لوكيب ركزت على فوز ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021 المرة السابعة في مسيرته، واهتمت بفوز أليكسا بجائزة الكرة الذهبية للسيدات لسنة 2021، وكتبت أليكسيا فخر برشلونة. وفي إيطاليا نروح لصحيفة كوريري ديلي سبورت، ركزت على نابولي وتصدره للدوري الإيطالي منفردا، وكتبت قوة نابولي. كمان تحدثت عن فوز ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية لسنة 2021، وكتبت الكرة الذهبية السابعة لميسي وغضب كريستيانو رونالدو. صحيفة كمان اهتمت بفريق يوفنتوس اللي استعد لمواجهة طبعا فريق ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي. دي كانت طبعا إطلالة سريعة في الصحافة العالمية. نطلع فاصل ونرجع نكمل بحضراتكم، خليكم معانا. برحب بكل مشاهدينا من جديد ومستمرين مع حضراتكم في اخر فقراتنا في اخبار اون تايم، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقره وان شوت. فقرتنا النهارده في وان شوت هتكون في حفل الكره الذهبيه، وبعيدا عن الجدل اللي حصل على توزيع الجوائز ومين كان يستحق ومين لا، كان في لقطه امبارح كلنا شفناها اكتر من رائعه، وهو التكريم طبعا والاشاده اللي قدمها النجم الايفواري دروجبا مقدم طبعا الحفل لقائد منتخب الدنمارك سيمون كير. دي طبعا يعني دي لقطة بالتأكيد طبعا كنا لازم ان احنا نبرزها لحضراتكم، واعتقد ان اللقطة دي كانت اهم من اي جوائز بصراحة، لان انقاذ حياة انسان سواء لاعب كورة او غيره لا تقدر باي ثمن. كده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل مواجهة جديدة على الساحة المحلية والعالمية. اشكركم على حسن المتابعة والى اللقاء.